هي الصلاة، وديروا لي واحد الباقول غادي المغرب
الحديث كان عطيهم النتيجه هذه المدخوله هذه مع شويه الزيت البلديه اللي هي صيدليه لجميع الامراض. شحال تقات علينا هذه الوجبه هذه؟ شحال تقات علينا؟ ما كانش مزاد لها مقيم، ولكن غنيه بالالياف بالحديد بالبوتاسيوم بالزنك بالحديد، ياكلها من فقر الدم، ياكلها من اعصاب الاسرار، ياكلها من الروماتيزم. كنديروا هذا الشيء ولا ما كنديروش؟ ما كنديروش. اذا انا نتكلم على دابا نتكلم على داك الشيء كامل، الوراق ديال الفيزو، الوراق ديال بابا، الوراق ديال النفط، الوراق ديال البسباس، ونزيدو من المعدنوس، ونزيدو من الثومه، ونزيدو من البصله، وتاخر شويه الزيت البلديه وشويه الكامل. كان عطيه واحد الوجبه ممتازه غنيه جدا. من اليوم فصاعدا غادي نقبط واحد السيفه ديالي وندير فيها شويه ديال الحمامه، الطحين، ونزيدو شويه ديال اللبن، وغادي نحتفظ على الخميره البلديه. الخميره البلديه شنو كدير؟ كتحارب جميع السرطانات اللي كاينه في الجسم. الوقت اللي كانوا كيديروا الجبات ديالنا فيها السرطانات ما كانوش، كان الروماتيزم ما كانش. واحد الخبز كان كيصوروا الجبات كيقولوا خبز ديال تيمرصاد، مرصيطه ولا تيميتجا، كنديروه دابا ولا ما كنديروهش؟ الوقت اللي كنا كنقولوا كنديروا هذا الخبز هذا في تيمرصاد كانوا الجبات فيهم الروماتيزم؟ كان الظهر كامل؟ ما كانش عندهم هذا الشيء هذا. إذا لا بد لنا من الرجوع إلى أصلنا، إلى النظام الغذائي السليم. راه كل شيء عندنا في البلاد ديالنا، كل شيء عندنا في السوق ديالنا. دابا كاينة واحد الفاكهة موجودة في السوق، وتكلم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، عرفتوها ولا ما عرفتوهاش؟ وهي الدلاح. الدلاح ما تكلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ البلح كيدوز ثواب الدلاح، ويقول إن حر هذا يبرده هذا. شكون اللي حار هنايا؟ النبي كتقول لعائشة كان النبي تيدوز ثواب بالدلاح. كنديروها حنا ولا ما كنديروهاش؟ ما كنديروهاش. تجينا ضحكة، تشوش الخاوية اللي جبناها في راسنا. الإنسان صغير ولا عنده ركاني، المرة مازال ما وصلتش 50 عام ولات غادا كتعكس. واش ماشي الحشومه هذه؟ كاين ولا ما كاينش؟ اذا المراه اللي بغات تحافظ على الصحه ديالها والراجل اللي بغى يحافظ على الشباب ديالو يرجع للنظام الغذائي السليم. قالت لنا عائشه اذا حر هذا يبرد هذا، شكون هو اللي حر هنايا؟ هو التمر. علاش حار؟ فيه سعرات حراريه، فيه الزنك، فيه البوتاسيوم، فيه المغنيسيوم. وتيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بيت لا تمر فيه أهله جياع. قال في الدار اللي ما كيدورش فيها التمر موليها جيعانية. شكون اللي قالها؟ زين الزين محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لا بد لنا من النظام الغذائي السليم على منوال الحبيب صلى الله عليه وسلم.